هناخد التفاعل الآخر اللي هو تفاعل حموض مع أكسيد معدن. المقصود يا أصدقائي أكسيد معدن اللي هو أي عنصر بيتحد مع الأكسيد، ولكن شرط أنه يكون العنصر معدن، كالسيوم، مغنيسيوم، منغنيز، صوديوم، بوتاسيوم، إلى آخره من العناصر المعدنية. تمام، ذكرت لكم بعض العناصر المعدنية. طبعا هذا لما بيتحد مع الأكسجين نسميه أكسيد معدن. تمام، أي عنصر كان معدني بيتحد مع الأكسيد نسميه أكسيد معدن. تمام، في عندي حمض H2SO4 زائد الأكسيد المعدن هو CaO، CaO. تمام، طيب صرنا في الدور عند كامل. كامل، ما نوع التفاعل؟ ثنائي. إذا تفاعل ثنائي. أكملنا المعادلة يا كامل، كيف بصير SO4 CO CO زائد H2O. صديقي يا كامل، كمان في عندك نقطة رح ننبهكم عليها. ذكر كامل أنه SO4 في البداية بعدين CO، هو التبادل بدلت صحيح يا كامل، ولكن عندك في نقطة خاطئة، مين بيرشدنا عليها؟ أنت حطيت السالب محل الموجب. أها، سالب محل الموجب. دوما يا أصدقائي عند المركب أول موجب بعدين سالب، موجب سالب. تمام، عند الجذور، يعني الجذور بشكل عام احنا بنعرف ايش الجذور، الكربونات والكبريتات والنترات والخلات والنترات والنملات، وفي عندي هيدروكسيد وفي عندي أمونيوم. معظم الجذور هي أيوناتها سالبي ما عدا الأمونيوم موجب. في عندي اللي هو الشاذين الطورة، هذول الخلات والنملات طبعا بياخذوا في عند صياغة المركب ياخذوا انه ايونهم السالب اول بعدين الموجب. تمام، هي إنه كمان جلسة خاصة ان شاء الله راح ناخذ فيها بالنسبة للخلات والنملات، بس هذول اثنين هذول بيكونون صيغتهم CH3COO إن A، هاي بصير انه اسمه خلات صوديوم، خلات صوديوم. لكن ايون السالب كان في البداية من اليسار، بعدين صار عندي ايون الموجب اللي هو الصوديوم في اليمين. اما ما تبقى من المركبات الكيميائية تكون معظم المركبات تكون في اليسار موجبة بعدين سالبي. تمام تماما تماما. اذا تعدلها يا كامل، بصير عند الصيغة انت بصير عندنا CaSO4 زائد H2O. تماما، اذا CaSO4 زائد H2O. نعم، شكرا لك يا كامل. ريم العموري راح توازن لنا المعادله. قبل ما نوازن شوفين المواد الناتجه. تمام هيك اموره اللي بدها تحتاج شيء اضافي؟ طيب ايمان عبد الله، يلا انت عندنا بالمواد المتفاعله. طيب ريم شوي بتعودي بعد ايمان ان شاء الله، تفضلي ايمان. أنت عندنا بالمواد المتفاعلة الأتش دخلت 2 والمواد الناتجة خرجت 2، وفي عندنا بالمواد المتفاعلة الـ SO4 دخلت مثل ما هي وطلعت الناتجة صح. طيب هو الـ SO4 صح هو جذر، بس لكن عند الموازنة بوازن أنا عنصر عنصر، هو S عبارة عن عنصر صح؟ نعم أنت. طيب يلا الـ S دخل 1 والـ 2 قد دخل S؟ أنت 1. تماما، دخل 1 وخرج طلع 1. واحد الـ O أنسي دخلت 4 وخرجت 4. دخلت كم وحدة؟ انتبه لك في عندي 4 بالحمض وفي عندي إيش كمان؟ وحدة عند أكسيد معدن صح؟ هاي بالمواد المتفاعلة يا أنسي. صار إيش قد عندي؟ يا أنسي قد صار عندي؟ أنسي لقلنا عند الـ SO4 هي 4 وفي عندنا إسا بال بعدها السيئة كمان عندنا أو وحدة. أنا الأكسجين، أنا بدي الأكسجين. الأكسجين كم وحدة عندي في المواد المتفاعلة؟ كم ذرة؟ ذرة وحدة. ليك أكسجين كم ذرة؟ وبعدها تنتين. تنتين أنتي. الأكسجين، انتبه على الأكسجين. أو أربعة. أنتي قلت لك أربعة من الأول. وحدة عندنا وحدة لسه هون. صاروا عددهم؟ إيه. خلصوا؟ خمسة. خمسة. دخلوا خمس ذرات أكسجين. وش قد خرجوا؟ أنسي خمس ذرات كمان. تماما، إذا خمس ذرات أكسجين. هون بدنا ننتبه
حتى لو كان زي ما كان بدي انتبه في المواد المتفاعلة كم ذرة بالنسبة لنفس العنصر. تمام. طيب الكالسيوم كم وحدة دخلها؟ تمام أنسي. كالسيوم أنسي دخلت وحدة. وال دي آه. أنسي خرجت المواد المتفاعلة أنسي وخرجت وحدة. تماما. توازنت المعادلة. تماما، شكرا لك يا إيمان، تتوازنت المعادلة بشكل كامل. يمنى العمار رح تلاقي لي هيك الملح وين هو في النتج اللي عندي. أنسى CaSO4. CaSO4، إيش اسمه هذا؟ كبريتات الكالسيوم. إذن كبريتات الكالسيوم، نسميه كبريتات الكالسيوم. نعم يا صديقتي، شكرا لك. ريهام مرعي رح تساعدنا في الصيغة الأيونية. إيه أنسى. يلا. المواد المتفاعلة ولا المواد الخارجة؟ لا، كبريتات الكالسيوم، عن كبريتات الكالسيوم. أنا بدي الملح، بدي أكتبه بالصيغة الأيونية، كيف رح ينكتب؟ أنسى الملح هو عبارة عن ذرة سي ذرة كالسيوم عليها زائد 2 وذرة من المركب كبريتات CO4 ناقص 2 فوقه. نعم، إذا شكرا لك يا نهام. إذا CO زائد 2 إن أيونه للكالسيوم موجب، وعدد تكافؤه هو 2، عدد تكافؤه 2 زائد SO4 جذر الكبريتات أيونه سالب، تكافؤ أيضا 2، تكافؤ 2. تمام. طيب لحظة عزيزتي. طيب صديقي أحمد، شوف إنه لما تفاعل عندي حمض مع أكسيد معدن إيش نتج عندي؟ لما تفاعل حمض مع أكسيد معدن، لما تفاعل H2SO4 يعطينا CaO، فنتج عندي CaSO4 زائد H2. إيش دول نتجوا؟ مثلا نتج عندي حمض وغاز، أو ملح وماء، أو مثلا أساس وماء، إيش نتج عندي؟ أنسي ملح وماء. ملح وماء، نعم. إذا نتج عندي ملح وماء. ملاحظ أنه لما تفاعلت عندي مركبين مختلفين، فنتج أيضا عندي مركبين مختلفين، نتج عندي مركبين مختلفين غير المركبات اللي كانوا في البداية. تمام؟ تمام أنتي. تمام. في حدا عنده؟ طيب طيب، في سؤال هيك كمان، يعني تذكرة، فينا نقول أنه تذكرة. هذا السؤال عام رح خصصه لشخص واحد مثلاً، اللي بس طبعاً اللي بيحب يشارك فيه. هذا السؤال إنه مثلاً عندي H2SO4 زائد CaO يعطينا CaSO4 زائد H2O، هل هذه المعادلة بشكل كامل تكتب في الصيغة الأيونية؟ لا. هل هذه المعادلة بشكل كامل تكتب في الصيغة الأيونية؟ طبعاً بس بيحب يقولنا إنه نعم، قل لي أنا بدي شارك. مين بيحب يشارك معنا؟ أنتي بس عيدي لنا السؤال. أنا عايزة إياها. السؤال لأنه ما لحقنا نكتب. طيب، سؤال إنه هل هذه المعادلة تكتب بشكل كامل بالصيغة الأيونية مثل ما كتبنا الملح بالصيغة الأيونية؟ هل هذه المعادلة بشكل كامل تكتب في الصيغة الأيونية؟ أنسى لا، أنا بشارك. لا. نعم، تفضلي يمنى. أنا هسه عندنا CaO أكسيد معدن ما بينكتب بالصيغة الأيونية، و H2O الماء كمان ما بينكتب بالصيغة الأيونية. نعم نعم، غيره الحمض H2SO4 يكتب؟ إيه أنسى بيكتب، أنسى بس CaSO4 أنسى ليش كتبناهم؟ مو لازم ما تنكتب بالصيغة الأيونية؟ لماذا؟ ليش؟ أنسى لأنه من الجواسب. آها، لأنه من الرواسب ما بينكتب بالصيغة الأيونية. أحسنتي يا يمنى، لكن هون أنا بدي أشوف إنه هل يكتب. معليش، هي الصيغة أنا كتبت لكم إياها توضيح إيمت بيكتب، ولكن إن شاء الله في خاصيات الأملاح، عندنا خاصيات الأملاح زوابي وغير زوابي. عندنا في بعض الرواسب لا تكتب في الصيغة الأيونية، ولكن أنا هون كتبت لكم إياها لتوضيح كيف يمكن كتابة المركب في الصيغة الأيونية. تمام؟ إذن في هذه المعادلة بشكل كامل لا تكتب إلا الحمض في الصيغة الأيونية. تمام؟ تمام أنسى. أنسى يعني بس المواد اللي بتنحل نحن فينا نكتبها في الصيغة الأيونية؟ لا عزيزتي، في عندي خمس
عند الخمس حالات لا تكتب في الصيغة الأيونية. مي بيحب عددنا إياهن غير يومنا؟ نعم أنسي. نعم ابتسام تفضلي. أنسي الرواسب واللا معدن والغاز. لحظة، راسب وإيش كمان؟ والغاز أنسي. والغاز والماء. والماء ضلوا عند اثنين. أنسي بعد ضل اثنين، واحد من المذكور أمامكم على الشاشة. أنسي والأساس. لا الأساس يكتب الصيغة الأيونية. أنسي والأكسيد. أكسيد أكسيد المعدن. أكسيد المعدن. نعم في عنده واحد خامس. أنسي والمعدن الحر. المعدن الحر. معدن الحر لا يكتب في الصيغة الأيونية. تمام. إذا في أنا عندي خمس حالات لا تكتب في الصيغة الأيونية، ألا وهي الرواسب، الغازات، الماء، أكسيد معدن، المعدن الحر. المعدن الحر اللي هو لا يتحد مع أي عنصر كان، مثل الحديد لحاله، مثل ما ذكرنا عندما في أول معادلة HCl عندما تفاعل مع Zn. هون هذا Zn هو عبارة عن معدن حر لحاله. تمام. تمام. أنت سؤال. نعم تفضلي. أنسي هلق نحن كيف نعرف إنه هذا مثل الراسب أو لا معدن؟ عزيزتي الأكسيد كيف نعرف إنه الراسب؟ الصيغة الثانية السؤال سألتيني يا أشوي، ما سمعتك منيح. واضح أنسي، بس كيف بنعرف إنه هذا مثلا المركب أو الهاي إنه راسب يعني؟ راسب في عندي خاصية لأن عندي زوابي، في عندي خمس رواسب هدول بنحفظهم مشان ما نخربط بيناتهم. خمس رواسب هدول بنحفظهم نحن كمان بصم مشان ما نتخربط بيناتهم. إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله بناخده الأملاح الزوابي وغير زوابي، يعني قليلة الزوابان. فهوني بعرف إنه هني الرواسب هدول ما بينكتبوا. طبعا هاي Ca(CsO4) طبعا هذا راسب لا يكتب بالصيغة الأيونية. في حال إذا نذكر عندي هوني ما بكتبه أنا بهاي شكل، خليه مثل ما هو بالصيغة الجزيئية Ca(CaSO4). ولكن أنا كتبت لكم إياه بهذه الشكل للتوضيح، أي للتقوي أكثر عند كتابة الصيغة الأيونية عندما يوجد معي عندي جزر وعنصر آخر اللي هو معدن. مثلا يمكن يوجد عندي كبريتات الصوديوم أو كبريتات الزنك. كبريتات الزنك على هذا المبدأ يكتب الصيغة الأيونية. تمام؟ تمام. تمام. نعم عزيزتي كمان سؤال تاني؟ لا أنسي، أول مرة بسأل أنسي. يعني إحنا أخذنا العناصر اللي بينكتبني بالصيغة ما بينكتبني بالصيغة الأيونية. طبعاً عزيزتي في بداية أول درس أخذناه. أول درس أخذناه وطبعاً إحنا ذكرنا هدول. طبعاً هذا درس تحديد الأملاح، يعني الموازني والنوع التفاعل هاي كلها يعني مراجعة، فيك تقول مراجعة عن الدروس السابق، الدرس السابق اللي هو أنواع التفاعل الكيميائي. بس ولكن ليش وضعونا وضعونا عشان نتعرف إحنا على صيغة الملح. وضعونا إياه عشان نتعرف على صيغة الملح اللي هو عبارة عن Ca(SO4) هذا ملح، كبريتات الكالسيوم. تمام. هذا ملح، طبعا هذا الملح اللي هو بده يكونه بس راسب. تمام. كيف يعني راسب؟ المقصود في الراسب انه مثل لجيب لك هيك مثال في الواقع. الواقع لما بيكون في عندي رمل ومخلط عليه مي واستنيت عليه شوي، يعني هو موجود في وعاء هذا الرمل والماء، استنيت عليه شوي، هون بهي الحالة ايش هم بينعدل الرمل؟ بتضل المي معكرة ولا بيرقد؟ لا أنسي بجبل هيك مع بعضه. منقوله هيك، احنا نقوله في العامي انه بيرقد باسفل الوعاء، بقاع الوعاء. تمام هيك منقوله. ايه أنسي المي بتصفى وهو بضل تحت. تماما. فهذا يعني على اي هذا نفس الطريقه، انه الراسب لما بيتفاعل الحمض مع اكسيد معدن فبيصير عندي بشكل عندي راسب وماء. الماء بضل فوق والراسب اللي هو بيكون لونه ابيض في اسفل الانبوبة الاختبار، يعني ما بينحل كامل. هلا في بعض عندك مواد يعني بتنحل كامل، ما بيضل اللي فيها شيء انه مثل الشوائب، فيك تقولي مثل الشوائب. تمام.